بسم الله الرحمن الرحيم. بعتقد المحاضرة الماضية استمرينا في حديثنا عن تصميم شبكة مياه الأمطار، وحكينا في الريشنال ميثود، وقلنا الريشنال ميثود انه انا الكيو بحسبها بيساوي سي في اي في اي، على اساس انه سي ران اوف كوفيشنت، واتفقنا كيف نحدد الران اوف كوفيشنت بناء على طبيعة اللان. الاريا هي الكاتشمنت اريا، الاي هي الانتنسيتي. وصلنا لنقطة انه انا من خلال المعلومات السابقة الجوية السابقة برسم العلاقة اللي بتربط ما بين الانتنسيتي والديوريشن والفريكوانسي، وقلنا بتطلع معنا علاقات على هذا الشكل. مثلا هذه لو تمبرد 1 ل 5، تمبرد 1 ل 10، تمبرد 1 ل 50، وهلم جرة. هذه العلاقات اللي احنا بنسميها الاي دي اف كيرف، اللي هي انتنسيتي ديوريشن فريكوانسي كيرف. هذه العلاقات اما اني انا باخذها للمنطقه من خلال التحاليل اللي عملوها الهيدرولوجيين، او انه انا لو اعطوني الرو داتا، شفنا المحاضره الماضيه كيف انا ممكن من الرو داتا اطلع المعلومات هذه. هسا هنا لحتى الان ما شفتش اي انتنسيتي بالداخل، نتفقنا اي كيرف ممكن ناخذ بناء على اهميه المنطقه، مش هيك؟ وقلنا انه كان المكان المنطقه اكثر اهميه، احنا نتعامل مع ريتيرن بيريود اكبر اطول، لانه احنا معناته انه اذا انا استخدمت هاي الانتنسيتي عند هاي الريتيرن بيريود تميز انه انا في عندي امكانيه حدوث فلاد بمعدل 1 بير تي، تي اللي هي الريتيرن بيريود، اذ لانه راح تيجي ستورم قد هذه او اعلى ان افريج خلال هذه او within this retained period. هسا الفكره في الريشنال ميثود، الريشنال ميثود عندها assumption قائم على هاي الاساس. احنا بنحكي انه اذا في عندي كاتشمنت اريا، والكاتشمنت اريا هاي نقطه التجميع اللي فيها، قلنا انا بصل للبيك اذا اجت ستورم معينه بانتنسيتي اي بديوريشن دي، هذه الستورم تعمل لاند ران اوف بالشكل التالي. وقلنا هاي عندي الكيو بيك، وقلنا الكيو بيك وصلوا بعد زمن مقداره تي بي او تي سي. مفهوم التي سي انه هو تايم اوف كونسنتريشن، واحنا قلنا انه انا بصل للبيك لما تصير كل الاريا كونتريبيوتنج، بصل للبيك لما تصير كل الاريا كونتريبيوتنج. فتي سي هي بمعنى او باخر هو الزمن من بدايه الستورم لحد ما تصير كل الاريا كونتريبيوتنج، مظبوط؟ الريشنال ميثود تفترض فرضيه انه زمن الستورم اللي بدي اصممه الديوريشن هو نفس بيساوي تي سي، بيساوي تي سي، يعني الديوريشن للستورم هو نفسه بيساوي تي سي. طبعا لو طلعت على شغله الديوريشن جاي من الستور، تي سي مين بحددها؟ المنطقه، طبوغرافيه المنطقه. لانه لاحظوا انه كل ما كبرت المنطقه، كل ما كانت المنطقه اكبر بدنا وقت اكبر لما تصير ابعد نقطه توصل، ولا مش هيك؟ كل ما كانت المنطقه اكثر انحدارا كل ما كان الوقت اقل، لانه بكون الزمن اصعب. فهنا الريشنال ميثود بتفترض فرضيه انه التايم اوف كونسنتريشن هو بيساوي الديوريشن للستور. هسه how we can calculate time of concentration. في عنا كذا empirical method بتعطيني قديش قيمة time of concentration. احدى هاي الميثود، ميثود او فورمولا بسموها
كيربش فورمولا حسب اللي اعطى هاي الفورمولا، وبقول لي لاي كاتشمنت اريا، لاي كاتشمنت اريا التايم اوف كونسنتريشن بيساوي ال تو ذا باور 1.15 على 52 اتش تو ذا باور 0.38. شو ال وشو اتش؟ بقول لي للكاتشمنت اريا، طبعا المي لما بتعمل فلو بتمشي في بعض، يعني ممكن تتجمع بهذا الشكل وتمشي في باث. ال هو عبارة عن أطول باث لمسار المية. طبعا دائما أطول باث يفترض فيه هو من أبعد نقطة للكوليكشن بوينت، هو أطول مسار. هذا عبارة عن ال. اتش ديفرنت في الهيد ما بين الأب ستريم والداون ستريم. واضحة النقطة؟ إنه إذا عندي الكاتشمنت اريا وبرسم بناء على التوبوغراف في اتجاهات الفلوكة بدها تمشي، أطول مسار هو عبارة عن ال، الفرق في الليفل بين الأب ستريم والداون ستريم هو عبارة عن الاتش، ومن خلالها بفترض قيمة التي سي. طبعا بناء على الريشنال مثل التي سي بيساوي الديوريشن. إذا هنا إذا اخترت الكيرف باجي على الديوريشن بقول هاي الانتنسيتي اللي بدي اصمم لها. واضحه الفكره وين؟ طبعا وين المنطق في الريشنال ميثود؟ المنطق في الريشنال ميثود انه لاحظوا احنا بنقول انه كل ما كان التي سي اقل بتكون الانتنسيتي اعلى، ولا مش هيك؟ لأن العلاقة عكسية اكسبوننشال اكسبوننشال. طبعا لاحظوا انه كل ما كانت المنطقة أكثر انحدارا كل ما المية اتجمعت بسرعة أكثر. عشان هيك بتتذكر لما حكينا في الهيدروغراف قلنا انه كل ما صار اربانايزيشن التايم اوف كونسنتريشن بقل والبيك بزيد، لأنه بصير المية تتجمع في زمن أقل. طيب لو الستورم استمرت فترة طويلة، أنا حسبت التي سي الستورم استمرت فترة طويلة وأطول هبن، الستورم في الحالة هذه مدتها أطول من التي سي، بس شو راح يصير؟ هسا على افتراض إنه لو أجت هذه الستورم أعطتني هاي البيك، لو الستورم هذه استمرت بديوريشن أطول شو بده يصير عندي؟ كيف بده يكون شكل الهيدروغراف؟ البيك راح يستمر. ليش؟ البيك راح يستمر بنفس الريت لحد ما تخلص الستورم وينزل هيك. لانه شو بصير؟ المنطقة كلها كونتريبيوتنج والستورم كونتينيوس بنفس الريت، إذا بصل لبيك كأني في بيك بس ان ستيد ستيت. طبعا أنا السيستم إذا صممته لكيو بيك والكيو بيك هذه استمرت، هل في مشكله في السيستم؟ ما فيش مشكله في السيستم. فعمليا انا بهمني انه انا احسب تي سي، لانه اللي بيتحكم عندي للكيو بيك هو تي سي، ولو الستورم استمرت بديوريشن اكبر من تي سي هي تعني انه البيك بده يستمر وليست انه البيك بده يزيد. لا كيف؟ لا لانه ليش تتغير؟ لانه انا تي سي حددت لي انه من هنا بلش البيك، اذا استمر البيك فالسيستم عندي اذا بتحمل البيك في لحظه بتحمل البيك على طول. مش انا بصمم السيستم انه الشانل او البايب تتحمل الكيو بيك؟ اذا ما دامت بتتحمل الكيو بيك ل 1 مينت، فلو كان استمر الكيو بيك فور 1 اور ولا فور 2 اور ات از ذا سيم. ما بطلناش. احنا بنحكي على فرض، هذه الريشنال ميثود فرضية. طب لو استمرت الستورم اطول، هسا لو استمرت الستورم اطول، لو انا بدي اخذ التي سي بساوي الدي بدي اخذ دي اطول،
اذا اخذت دي اطول معناته اخذت انتنسيتي اقل، اذا راح تكون كيوبيك اقل. هل هذا الحكي منطق؟ فعمليا انا اللي بحكم عندي مش الستورم اوف ديوريشن، او اللي بحكم عندي التايم اوف كونسنتريشن. فمن هنا انه التايم اوف كونسنتريشن لما بصير المنطقه كلها كونتريبيوتنج بصل للبيك. لو استمرت الستورم الريجن بتضطر انه الستورم تنتهي لما بصل للبيك، فببدا الريجريشن يصير عندي والانحدار يصير عندي. لكن لو استمرت الستورم وطول هبن انه راح ياخذ الهايدروغراف، راح ياخذ عندي الشكل هذا انه البيك والكونتينيو. وانا بالنسبه لي القضيه لا تبصر لهنا، لو استمرت على نفس الريت ما عندناش مشكله، مش راح تصل اعلى من كيوبيك. طيب لو الاريا كانت اكبر، لو الاريا كانت اكبر في سي راح يكون اطول، مظبوط؟ في الحال هذه انتنسيتي اقل، هل معناته لما تكون الاريا اكبر راح تكون كيوبيك اقل؟ ليش؟ لانه انا عندي في الاخر حاصل ضرب اي في اي، يعني لو نزلت الاي بتزيد الاي. بس ليش الانتنسيتي او الكيو مش راح تكبر كثير لما تزيد الاريا؟ لفكرة بسيطة، لو أنا أخذت منطقة كبيرة أريا كبيرة، وإحنا بنحكي إنه الأريا إحنا بنقسمها إلى سيجمنت، مظبوط؟ وإذا بنقول هاي نقطة التجميع، أول ما بتتعمل كونتربيوتنج A1 من ثم بصير A2 A3 A4 وهلم مجرة. هسا لما تخلص الستور او تبلش الستور بتبدا المي تتحرك من كل النقاط. ممكن اذا كانت الاريا كبيره ما تيجي تصل مية النقاط البعيده، تكون مية النقاط الاولى خلصت كلها. فكل ما كبرت الاريا بقدرش اصل لمرحله اقول كل الاريا كونتريبيوتنج، لان ممكن تكون مناطق جفت ولسه المي للمناطق البعيده ما وصلتش. واضحه النقطه وين؟ وهذا اللي بيعمل عندي ريدكشن في البيك، لانه بتكون مناطق القريبه ميتها خلصت ولسه البعيده لسه المية تاعتها ما وصلت. فعشان هيك بصلش لمرحله، ممكن ما بصلش لمرحله تكون كل الاريا كونتريبيوتنج. طبعا لاحظوا هنا نقطه مهمه، انه انا هي تي سي هذه هي الاسامبشن لسه، لانه انا ما صممتش الشبكه عشان احسب سرعه الميه بالضبط في الخط. انا ما صممت شبكه عشان احسب سرعه الميه، انا هنا فرضت سرعه او فرضت التايم اوف كونسنتريشن اللي بناء عليه من خلال الكيرفز هذولا اخذت الانتنسيتي. هسا بصمم، لما اصمم مش انا في تصميمي باجي مثلا بقول الشبكة هذه عبارة عن مجموعة من البايبس أو الشانل، مش كل بايب أنا بكون حسبت طولها وحسبت سرعة المية فيها. معناته بعد التصميم، بعد التصميم بقدر أشيك المية من هنا لهنا قديش أخذت زمن بناء تصميمي هاي، إنه المية إذا أجت من أبعد نقطة عشان تصل الكوليكشن هذه قديش أخذت زمن. إذا كان نفس التايم اوف كونسنتريشن معناته الاسامبشن تاعي اللي أنا بلشت فيه صحيح. إذا كان الزمن أطول معناته أنا فرضت تي سي أقل، من ثم استخدمت انتنسيتي أعلى سيف أكثر بس كوست. وإذا كان التي سي أو التايم اللي أنا حسبته هذا أقل من الأسيومد معناته انا فرضت انتنسيتي اقل، وساعتها ممكن اعيد تصميمي بناء على التايم كونسنتريشن الثاني. فلاحظوا انه الفكره انه هذه الفورمولا هي بتعطينيش اكزاكت تايم اوف كونسنتريشن، هي اسيوم تايم اوف كونسنتريشن، بعد التصميم
انا بقدر احسب اكزاكت تايم اوف كونسنتريشن، واذا كان الاكزاكت نفس الكونسيوم او قريب منه وذن سيرت رينج اللي كابلكيشن اتس انف. اذا كان فار اواي طبعا، اذا كان اقل معناته انا مستخدم سيستم اقل من المطلوب، واذا كان تايم اوف كونسنتريشن طلع معي الجديد اقل من اللي انا فرضته معناته انا حاسب على انتنسيتي اعلى من اللي لازم احسبها، فبكون السيستم معي سيف لكن مش اوكونومي. واذا كان العكس بكون اوكونومي يعني اقل تكلفه بس نوت سيف. طبعا مش انا معي طول البايب سرعه المي في البايب، اذا قسمت الطول على السرعه بعطيني الزمن قديش بده تمشي في البايب هذه والثاني والثالثه والرابعه لحد ما اصل للفاينل بوينت. طبعا هذا الزمن اللي بحسبه بضيف عليه الزمن اللي المي عشان تطلع من البيت للبايب، لانه انا في الاخر لما بصمم مش انا بصمم انه الميه مثلا من البيوت هذه بدها تيجي هنا، فلسه في عندي زمن اضافي على الزمن هذا اللي انا حسبته هو الزمن اللي تنتقل فيه الميه من البلوتس الى الشارع، وهذه طبعا عاده بتاخذها ما بين 5 الى 7 مينتس وبضيفها للي انا حسبته. لا ما هو الاكزاكت اللي حسبته هذا هو مش الاكزاكت، الاكزاكت بضيف عليه كمان الزمن اللي اخذت الميه من البلوتس للشارع، لانه انا حسبت الميه من اول مان هو لا 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 للفاينل بوينت. هذا مش هو الزمن التايم اوف كونسنتريشن لوحده، لانه في زمن اللي الميه تنزل من البيوت او من اسطح البيوت وتمشي لحد ما تصل المان هو هذا. هذا طبعا وي اسيوم ات وذين 5 7 مينتس بنضيفه على الزمن هذا. هذا اللي بسميه الريال تايم اوف كونسنتريشن. اذا كان نفس الاسيوم فايتس واين اكثر اصغر واضحه لي وين النقطه بدها تكون. طبعا زي ما حكيت هنا اذا كانت عندنا تي سي بتساوي تي ار، انا بصل يعني زمن الستورم هو نفس زمن التايم اوف كونسنتريشن، بصل للبيك از وان بوينت لانه بتنتهي بتصل للبيك هنا فرضيتها انه بتصل للبيك لما الستورم بتخلص. اذا كانت وصلت للبيك اللي هو طبعا وصلت هو التايم اوف كونسنتريشن لكن الستورم استمرت، بستمر البيك لحد ما تخلص الستورم. كيف؟ التي سي هي الدي. ايه سوري تي ار هي الدي صحيح، بس التي سي بمعنى اللي انا بستخدمها الديوريشن اللي انا بحسب عليه. هنا لو جينا نطبق اكزامبل بقول لي عندي منطقة على هذا الشكل مقسمة A1 A2 A3 A4 بقول لي هذا عبارة عن التريانجولار كاتشمنت اريا، كاتشمنت اريا على شكل التريانجل اوف 20 سكوير كيلومتر سيرفيس اريا، مساحتها السطحية 20 كيلومتر مربع، A1 2 كيلومتر، A2 4، A3 6، A4 8 كيلومتر مربع. الرن اوف كوفيشنت بيساوي 0.8، كونستانت رين فول انتنسيتي 0.1 متر بير اور، تايم اوف كونسنتريشن بيساوي 2 اور. هسا احنا عندنا في بعض شغلات مثلا هذه الداتا الموجوده هي داتا خاصه بقطاع غزه اللي تربط علاقه الانتنسيتي مع الديوريشن مع الفريكونسي، فمعطيني الرينفول مع الديوريشن مع الرينفول للاثنين بيريود 1 ل 2، اثنين بيريود 1 ل 5، اثنين بيريود 1 ل 10، طبعا في عندنا كمان اكثر 1 ل 50 وهلم جرة. هذول اما اخذهم على شكل تيبل او ممكن يكونوا موجودين عندي على الشكل التالي مثلا على شكل فيجرز، والفيجر هذا بيربط الانتنسيتي مع الديوريشن بين 1 ل 2، 1 ل 5، 1 ل 20، 1 الى 50. هسا هنا في هاي الاكزامبل اذا احنا جينا بالشكل التالي لكل اريا A1 A2 A3 A4 التايم يعني بالساعة، طبعا هنا بدي ارجع للكيرف عشان احدد منه قيمة الانتنسيتي بناء على انه انا عندي التايم اوف كونسنتريشن بيساوي
تو اورز وبدي احدد لي لاي ذاتين بيوت انا ممكن اني اصمم. ومن ثم هنا طبعا بعطيني هذه بعطيني هذه المعلومات از كيوز قديش ممكن تتجمع عندي الفلو. لو اخذنا الاكزامبل اكثر وضوحا في هذا الاتجاه بقول لي يوز ذا ريشنال ميثود تو فايند ذا 10 يير ديزاين ران اوف. احسب لاثنين بيوت واحد لعشرة فور ذا اريا شون ان ذا فيجر. انا عندي الاريا عباره عن منطقتين الاي 1 بتساوي 3 دونم ران اوف كوفيشن عندها بتساوي 0.3 تايم اوف كونسنتريشن بتساوي 15 منت الاي 2 40 دونم سي 2 بتساوي 0.7 تايم اوف كونسنتريشن بتساوي 5 منت. بقول لي يوز ذا ريشنال ميثود تو فايند ذا 10 يير ديزاين ران اوف فور ذا اريا شون ان ذا فيجر. تايم اوف كونسنتريشن تي سي طبعا تي سي هنا لمين؟ لكل لكل الاريا بده يساوي التايم اوف كونسنتريشن الاولى زائد الثانيه لانه المي بدها تمشي من الاولى للثانيه فطول مع طول المسار معناته انا بحكي على 20 منت. الران اوف كوفيشنت قول له اذا عندي منطقتين بيختلفوا كل واحد في الران اوف كوفيشنت الكومبوزيت ران اوف كوفيشنت للمنطقتين بتعامل مع سي 1 في اي 1 زائد سي 2 في اي 2 على التوتال اريا وبعطيني اذا كان للاولى ران اوف كوفيشنت 0.3 وللثاني 0.7 المحصلة عبارة عن 0.53 الرين فول انتنسيتي اي بتساوي 65.1 ملم بير اور. طبعا هذه جبناها من وين؟ جبناها من الفيجر هنا لو انا استخدمت 1/10 على ديوريشن قلنا 20 منت مش خلاف انا عندي على 15 بتساوي 20 ملم طبعا 20 ملم في 15 منت على 30 منت بيساوي 25.3 ملم بير منت ل 20 بدي اعمل انتربوليشن ما بينهم واحولها من ملم بير منت الى ملم بير اور. واضحه النقطه وين؟ يعني هذول 20 على 15 الاولى 20 ملم على 15 منت مش 20 ملم بير منت الأرقام هذه 20 ملم في 15 منت 25.3 ملم في 30 منت. إذا بدي أحولها انتنسيتي بدي أقسم الدبث على الانتنسيتي على التايم. إذا أخذنا من هذه الأرقام بيطلع عندي إنه ديزاين بيك ران أوف من خلال معادلة السي أي إي. طبعا هنا أجي أخذ يعني معطيني الديوريشن والرين فول من خلال الجدول بعيد لي اياه كمان مره زي ما حكينا انه عند 15 منت بيساوي 20 الدبث 20 ملم بير 15 منت 25.3 ملم بير 30 منت حسبها عند 20 منت لقيها 65.1 ملم بير اور. This is the intensity ومنها بناء عليها لقينا انه الكول بدي اصمم لها بدها تساوي سي 5 في اي 0.53 في 65.1 في 10 اس سالب 3 طبعا لان انا بحكي مليمتر بير اور بدي احولها الى متر الى متر بير سكند في 70 في 10 اس 3 على بعضها بتطلع 2421 كوبيك متر بير اور يعني 0.67 كوبيك متر بير سكند. طبعا اذا حسبت الكيو بشوف اذا كان عندي الشارع بتحمل الفلو هذه واذا بدي اصمم بايب بدي اشوف البايب هذا على المنسوب اللي بدي احطه عليه قديش بالضبط يكون عندي قطر البايب. صحيح يعني بحولها في الاخر الى مليمتر بير اور او مليمتر بير منت بغض النظر في الاخر انا بدي احولها للاور بضرب في 60 بس اللي بدي افهم انه هذه مش 20 يعني مليمتر بير منت لا هذه 20 مليمتر بير 15 منت. يعني هو شو بيعمل عشان نعرف الداتا هذه موجوده عندي بالشكل التالي مش احنا بنحط الرين جيج وبنصير نشوف بعد فتره قديش الدبت اللي نزل
بعد 5 مينت لقينا الدبت اللي وصل اللي نزل 13.7 ملم. بعد 15 مينت وصل ل 20. بعد 30 مينت وصل ل 25.3. واضحين النقطة وين؟ فإذا بدي آخذ الأفرج بعد 30 مينت معناته أنا عندي 25.3 في 30 مينت. وهلم جرة. فمعطيني الديوريشن مع الرين فول ديبث مش مع الانتنسيتي. إذا بدي أحوله لانتنسيتي بدي أقسم على الديوريشن. هنا بنفس المفهوم بقول لي storm water line is used to collect storm water from the three catchment areas A1, A2, A3 as shown in the figure. Find the storm quantities at the three inlets. يعني لاحظوا أنا عندي ال inlets السيستم هي البايب اللي موجودة عندي. الكاتشمنت area في تخش في inlet رقم واحد. الكاتشمنت الثاني بتخش في اللي طاقم 2 بعدين بتخش في السيستم. الكاتشمنت الثالث بتخش في اللي طاقم 3 بعدين بتدخل في السيستم. هنا طبعا كل اللي قديش بده يدخل عليها. بس لو جيت اخذ للبايبس البايب الاولى اللي من 20 متر و50 متر هذه داخل عليها اللي جاي من اللي طاقم 1. البايب الثانيه اللي 25 متر و25 متر الثانيين هذول اللي داخل عليها من وين؟ من اللي 1 زائد اللي 2. البايب الأخيرة اللي بيكون جايبه من 1 و2 و3، يعني المية أول شيء بتدخل في القلت بعدين بتدخل على 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 على, على البايب. طبعا ما هو تدخل في البايب هاي المية اللي تدخل في البايب هاي على سبيل المثال بدها تكون داخلة جمعة المية اللي دخلت في قلت 2 وقلت رقم 1. اللي تدخل في البايب هذه بدها تكون اللي أخذت من الثلاثة قلت. الحين لو بدي اصمم الكولي داخل على كل قلت. طبعا انا عندي بقول لي انه طول طول الاريا 50 متر السلوب 0.9 في ال 1000 0.9 في ال 100. طبعا هذا شو بعطيني؟ اذا عندي ال L وعندي السلوب بقدر احسب ال H. الرن اوف كوفيشنت بيساوي 0.5. الاريا الاولى مساحتها 2 هكتار، الاريا الثانيه مساحتها 3 هكتار، طبعا هنا معطيني ال L ومعطيني ال S ومعطيني ال وال A 3 بتساوي 4 هكتار. هنا انا بالنسبه لي بقدر اجي لكل منطقه زي ما حكينا ونحسب قديش C في I في A. بس عشان احسب ال I بدي احسب التايم اوف كونسنتريشن ومن ثم ارجع للكيف عشان احسب قيمه ال I ومن ثم بحسب لكل منطقه. هنا طبعا اذا هو مش محدد لي انا بدي اقرر انه بصممها ل 1 ل 5 ولا 1 ل 10 ولا 1 ل 20 بغض النظر. يعني في النهايه انه هذا بده يكون مش ما لهش علاقه بالتصميم زي ما انه علاقه انه احنا بالاي ذيتين بيود لازم احنا نصمم السيستم. طبعا بقول وين؟ اطول مسار ال 50 اللي هي اطول مسار عشان المي تصل لهنا تمشي 50 متر. للليلت لانه انا بعتبر هذه كانها عباره عن سب كاتشمنت اريا، هي اوطى نقطه فيها. وهذه الثانيه هي سب كاتشمنت اريا، هذه اوطى نقطه فيها. وهذه الثالثه سب كاتشمنت اريا وهذه اوطى نقطه فيها. بين الباقي هاي ما هو انا هذه شكل يعني شكلا انه هذه القلت بكون البايب تحتيها. يعني احنا لو كنا في الشارع انت بتحكي على في الشارع انه هي اللي على طرف الشارع والبايب ممكن تكون على جنبها. يعني في المسافه هذه عمليا يعني ممكن اقول طولها متر او مترين. مش راح تكون هي في جال والقله في جال. طبعا هو واقعيا انه انا لو كنت باخذها بتفصيل ممكن يكون هذا عباره عن الشارع والبايب هنا طبعا تكون في نفس المكان اللي فيه القله في نفس الشارع. هسا في نقطة مهمة بدنا نعرفها. إذا أنا جيت للكيو اللي داخلة في البايب هذه بدها تكون اللي جاي من الإلت هذه. مظبوط؟ هسا لما بدي أجي للكيو اللي جاي من البايب من الإلت هذه، هسا لو جيت أعمل هنا هل في البايب هذا حتكون كيو 1 زائد كيو 2؟ في البايب هاي. لا
هنا بدنا نصعب شغله. انا حسبت للقله للكيو بيك مظبوط، وللقله الثانيه للكيو بيك. هل هدول الاثنين لما بصلوا عند البايب هذه هل بكون التو بيكس بيصلوا مع بعض؟ بتكون مش شرط خلصت، بس البيك عدى لانه بده يمشي مسافه اقل. فمن هنا بتلاقوش التو بيكس مع بعض في المخرج. من هنا انا شو بجي بعمل؟ هذه المنطقه لها تايم اوف كونسنتريشن لما انا بدي اشتغل عشان اصمم البايب. باجي بقول البايب هذه سوري باجي بقول انه البايب هاي دخل فيها الكيو تاع البيك هذه. هنا طبعا بناء على تايم اوف كونسنتريشن معين، هنا بتصير هذه بتاخذ من تو كاتشمنت اريا. بدي احسب للتو كاتشمنت اريا التايم اوف كونسنتريشن تاعهم. صفت هنا اذا تعملت مع هذول التنتين على انهم 1 كاتشمنت اريا، لانه هذه بتصير تاخذ من منطقتين. هل له نفس التايم اوف كونسنتريشن للكاتشمنت اريا هذه؟ لا. فبختلف عندي التايم اوف كونسنتريشن ما بين البايب هذه وما بين البايب هذه. ومن ثم بتختلف الانتنسيتي طبعا بتختلف الاريا. في الحاله الاولى في الكاتشمنت اريا الاولى التايم اوف كونسنتريشن اقل لكن اريا اكبر. في الثانيه التايم اوف كونسنتريشن اكبر بمعنى انتنسيتي اقل لكن اريا اكبر. اما ما بصحش اروح اجمع البيك هذه مع البيك هذه. كيف؟ تي سي نعم، ما هي لانه المي قديش بدها تاخذ في المسار. عشان هيك انت بتقولي التي سي هنا اكبر من التي سي هنا. طبعا لما اجي في الثالثه هنا نفس الحكي. هذا راح يتلاقى البيك هذا اللي جاي من هذه مع البيك اللي جاي من هذه مع البيك اللي جاي من هنا. والا بصير هذه الباي بدها تصمم بدها تكون هيوج. وهذا الميزه اللي في الستورم موتر. انه انا لما تكون عندي سب كاتشمنت ارياز وكل واحد إلها بيك، لكن البايبل كوليكشن اللي بتجمع بتجمعش البيكس مع بعض، لانه التايم البيك ما هو بمشي اذا طفل، ففي بيك سابقه لبيك. هسا لما نيجي نجمعهم نتعامل معهم، وهذا الحكي يعني راح تاخذوا شوي بتفاصيل هدول دي، بمبدا السوبر بوزيشن. انه الفلو اليونت لود او الدايناميك لود لما بتتعاملوا فيه كيف بينتقل. ما هذا زي دايناميك لود متحرك، بس البيك هذا بيلتقيش مع البيك هذه. واحنا دائما النقطه الاساسيه وهذا بدكم تكونوا يعني واعيين له في مفاهيم الستورم ووتر مانجمنت، انا قوتي اني انا اضمن انه البيكس ما يلتقيوش. لانه لما البيكس ما يلتقيوش انا بضمن انه الفلو ما يصلش الى كميات اكبر. اما لو اجي اقول في المنطقه البيك هذه مع البيك هذه مع البيك هذه راح تطلع عندي هيوج بايب، لكن واقعيا ما هالحكي هذا مش راح يتم. لانه هذول البيك اذا حدثوا في نفس الزمن وبده يتحركوا في نفس الزمن بتكون في واحد منهم عند النقطة هذه سبق الثاني. طبعا هاي الحكي شوية ممكن يوضح أكثر لما نبدأ في تصميم المشروع. نبدأ نستوعب مفهوم التايم اوف كونسنتريشن ونستوعب حركة السيستم وكيف عمليه الفلو ممكن انه يتحرك. لانه الفلو لما انا تمشي عندي البيكس يعني تخيلوا، خلينا اوضحها اكثر شوي. لما احنا بنحكي انه لما بتنزل هاي الستور المنطقة الأولى بكون هاي البيك تاعها. هسا البيك هذا بصير ينتقل مع الزمن في البايب. المنطقة الثانية بكون البيك تاعها متحرك. الحين كيف بيلتقوا هذول التنتين؟ هذول بينهم شيفت زمني. وهذا يعني شوية رح نخش في تفاصيله لما نحكي على الهيدروغراف وتحليل الهيدروغراف في مادة الهيدرولوجي. رح نلاقي انه الحكي هذا بصير بالنسبه لنا
اوضح بالمفهوم. احنا بالنسبه لنا في السنتر بنترجمه انه كل ما كبرت الكاشمنت اريا بقل التايم اوف كونس، بزيد التايم اوف كونسنتريشن، بتقل الانتنسيتي، طبعا بتقل الكيو بيك، بتكونش الصميشن للتو بيكس، بتكون اقل. يعني ترجمت بهذا الشكل، بصير اطول. كل ما كان التايم اوف كونسنتريشن اطول، كل ما كان الانتنسيتي اللي انا بدي اصمم لها اقل. فلاحظوا انه بصير انا عندي كل ما صغرت الاريا بتصغر الاريا بتزيد الانتنسيتي، تكبر الاريا بتقل الانتنسيتي. الكيو بتساوي سي في اي في اي، سي ثابته، اي و اي يعني العلاقه شويه عكسيه ما بينهم. طبعا هنا في الاكزامبل تاعنا زي عملنا ما بنحكي، اللي لكل كاتشمنت اريا انا بحدد بناء على الران اوف كوفيشنت وبناء على التايم اوف كونسنتريشن قديش الانتنسيتي وقديش الاريا، وبحسب الكيو اللي تدخل في البايب. اذا مشيت شويه بصير عندي تايم اوف كونسنتريشن اكبر، بصير تايم اوف كونسنتريشن اكبر، انتنسيتي اقل، لكن هذه بدها تنضف الاريا الجديده، فبصمم عليها البايب الثاني، ومن ثم بصمم البايب الثالث وهلم جرا. اذا بدي اصمم على مقاطع الشارع، الشارع ما هو كل ما مشينا في طول الشارع بزيد الفلو اللي على الشارع. وين انا بوصل انه يصير الفلو اكثر من الماكسيمم المسموح؟ هذا خليني احكي مفهوم انه انا كيف بدي اصمم شبكه ستورم ووتر سيستم. وبهيك احنا بعتقد انه احنا بنقدر نبدا لشبكات مياه الامطار نخطط المنطقه ونقرر ايش السيستم اللي احنا بدنا نستخدمه، ومن ثم نقدر انه نبدا نصمم السيستم. المحاضرات الجايه رح نبدا نحكي كيف بدنا نصمم الاليت، هذه الاليت اللي بدها تدخل الميه قديش تكون طولها وقديش يكون عرضها وشو مواصفاتها وشو اشكال الاليت اللي بدها تنقل الميه من الشارع الى البايب او الى الشانل او وات ايفر. ماشي الحال؟ يعطيكم العافيه.